أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم ولكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي فالواجب علينا في النهي اجتنابه والمراد بالاجتناب الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة والواجب علينا في الأمر أن نفعل ما نستطيع منه فقوله وما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، فمتى وجدت الاستطاعة وجب فعل الأمر. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم هم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم لأن صدور ذلك يدل على عدم وجود التسليم والامتثال فالواجب على العبد المسلم أن يسلم ويمتثل للشرع أمرا ونهيا.